طيب خلونا قبل ما نخش على الأخبار، الصحف العالمية قالت إيه في المحترف؟ بعض الأخبار السريعة منها أو أولها رونالدو. رونالدو في عرض جديد لاستعارة كريستيانو رونالدو، اللي طبعا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بيبحث عن عرض مناسب في من أجل مغادرة المان يونايتد في الميركاتو الشتوي القادم. حضراتكم عارفين ان عقد كريستيانو رونالدو بينتهي في صيف 2023، الصيف المقبل، ومع امكانيه تجديد العقد في لموسم اخر. بعض التقارير في بريطانيا قالت ان سبورتنج لشبونه طبعا بيقدم عرض لضم كريستيانو رونالدو معارا حتى نهايه الموسم، مع تحمل جزء كبير من راتب طبعا رونالدو. واشارت التقارير ان مانشستر يونايتد يعني لسه هيدفع جزء كبير من راتب كريستيانو رونالدو. التقارير كمان اوضحت ان كريستيانو حضراتكم عارفين على مقاعد البدلاء في هذا الموسم مع المدير الفني تين هاج، وكان شويه مصدر ازعاج بالرغم ان هو يمكن في مباراه ويست هام امبارح شارك من اول مباراه لنهايه المباراه، وطبعا كان فوز غالي جدا للمان يونايتد على ويست هام، والامور شكلها بدات ترجع تاني. ولكن يبقى السؤال، هل يرحل كريستيانو رونالدو في الموسم او في الميركاتو الشتوي القادم؟ في اعتقادي الشخصي صعب، حتى على مستوى سبورتنج لشبونه، سبورتنج لشبونه يعني النادي اللي خرج منه كريستيانو رونالدو، ولكن اعتقادي الشخصي ان هيكون الراتب كبير جدا على سبورتنج لشبونه، واعتقد حتى على مستوى طموحات رونالدو اعتقد هتبقى الموضوع صعب. لكن التقارير كمان قالت ان القرار النهائي، اكيد القرار النهائي هيكون في ايد اريك تين هاج المدير الفني للمان يونايتد. وزي ما بقول لحضراتكم، رونالدو ما زال يعني هو بيبحث عن الاستقرار، وبيبحث كمان عن اللعب مع المان يونايتد خلال الثلاث جولات القادمه عشان يكون كمان جاهز للمعترك العالمي في كاس العالم 2020 في قطر مع المنتخب البرتغالي. طيب بعض الناس قالوا في مفاجاه في طبعا القائمه اللي اختارها طبعا انريكي المدير الفني للمنتخب الاسباني، اللي ضمت بيكيه. بيكيه طبعا نجم الفريق الكتالوني برشلونه. كشفت بعض المصادر في برشلونه عن وجود اسم جيرارد بيكيه مدافع الفريق في القائمه المبدئيه للويس انريكي مدرب المنتخب الاسباني، استعدادا طبعا لخوض مونديال قطر 2022. حضراتكم عارفين القائمه المبدئيه هتضم 55 لعيب، لكن انريكي بقى بيختار منهم 25 او 26 للسفر لقطر، وهيعلن القائمة النهائية يوم الجمعة 11 نوفمبر القادم. يتواجد أيضا في القائمة المبدئية راموس، سيرجيو راموس طبعا مدافع باريس سان جيرمان، في طبعا هذه القائمة اللي تم تسليمها للفيفا الأسبوع اللي فات. المعروف أن إنريكي طبعا ما ضمش بيكيه للمنتخب الأسباني خالص خلال ولايته الحالية، يعني بناء على طلب ورغبة من اللاعب نفسه في الاعتزال الدولي. وكمان راموس طبعا مدافع باريس سان جيرمان يمكن ما انضمش الى المنتخب من مارس 2021، وبالتالي بعض الناس كانت بالنسبه لها مفاجاه بيكيه مع برشلونه في تدهور في المستوى الفني من خلال المباريات، خاصه مباريات التشامبيونز ليج وعلى مستوى الدوري المحلي. لكن يعني الانتقادات دي دفعت طبعا تشافي المدير الفني لبرشلونه للابقاء طبعا بيكيه على دكه البدلاء لبعض المباريات. لكن طبعا على مستوى المنتخب الاسباني، حضراتكم عارفين اسبانيا هتلعب المونديال في مجموعه قويه، مجموعه بتضم المانيا كوستاريكا واليابان، مجموعه قويه جدا. ايه علامه الاستفهام؟ هل سيبقى او يتم اختيار بيكيه في القائمه النهائيه من قبل لويس طبعا انريكي المدير الفني المنتخب الاسباني؟ ده اللي هنشوفه في القائمه النهائيه في يعني الاسابيع القادمه. نروح لليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي طبعا بيقول ان هو كان متوقع هذا الخروج من دوري الابطال. ازاي؟ قال لك برشلونه اكيد هيكون الافضل لكن هيحتاج وقت شويه. المهاجم البولندي ليفاندوفسكي قال ان عمليه اعاده تعمير او اعمار لبرشلونه هتحتاج وقت. يعني هو طبعا مقتنع جدا ان لازم يكون في نوع من انواع الصبر، والنادي الكتالوني سيعود مره اخرى افضل مما كان.
ليفاندوفسكي قال ان التعثر امام بايرن ميونخ والانتر في دوري الابطال بيساهم في نمو فريق يضم العديد من الشباب اللي بيحتاجوا اكتساب خبره وبيتعلموا كيفيه العثور على طبعا طريقه اللعب المناسبه في هذه المباريات. وتابع وقال بالطبع انا مش سعيد، يعني كان يجب ان يكون برشلونه اكيد في ثمن النهائي، ده على اقصى تقدير بالنسبه له او اقل تقدير، لكن هو قال قبل ما جه لبرشلونه كنت عارف بالفعل ان الموسم الاول هيكون صعب شويه، لكن عندنا مجموعه هائله من اللاعبين الممتازين الشباب، واللي يتوقع ان خلال الفتره اللي جايه ان الجماهير تصبر شويه، لان اعاده بناء فريق من جديد في مستوى او في ليفل زي برشلونه بيحتاج بعض الوقت. ولكن ليفاندوفسكي متالق بشكل كبير جدا مع برشلونه، وبيقول الموسم القادم او البناء قادم ان شاء الله في الخطوات اللي جايه. عندنا كمان يعني زي ما بقول لحضراتكم اخبار كثيره جدا جدا، زي ما بقول لحضراتكم يعني اتكلمنا على ليفاندوفسكي وتاثيره على برشلونه وارائه في مستقبل برشلونه.